طب وانت حاسه بايه؟ انا متلخبطه قوي. طبيعي، وايه كمان؟ مبسوطه وعايزه اقرب، بس في نفس الوقت خايفه. احساس منطقي جدا. بصي مش هكدب عليكي، اللي ظاهر ما يطمنش. هي طبعا فكره التلمسان والحوت مع بعض ما بيتوافقوش، بس مش هي دي المشكله بتاعتنا دلوقتي. امال ايه المشكله؟ المشكله ان الصوره قدامي مش واضحه، صوره مبهمه غير مكتمله. يعني ممكن يكون بيحبك وممكن لا، لسه بدري قوي عقبال ما نعرف. ما تقلقيش قوي كده، احنا لسه مش خسرانين حاجه. بس انت شايفه ايه؟ انا رايي انك تجربي، بس خليكي واخده بالك ولو حتى 10% ان هو ممكن يكون بيخدعك. وانت ما